مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي بصحبه السفير ناصر كامل الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط داخل مبنى الاتحاد من اجل المتوسط في برشلونه. عايزين نعرف تاريخ هذا المبنى العريق وابرز معالمه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي. كلمنا بقى على تاريخ هذا المبنى العريق. اول ما حد يدخل الحقيقه بينبهر من جماله. اولا طبعا المبنى اللي انت شايفاه قصادك ده جزء من قصر كبير. احنا بنحتل يعني تلت هذا القصر. القصر ده انشئ سنه 1920. أنشأته أحد أكبر والأسر وأكثرها ثراء في إقليم كاتالونيا اللي في مدينة برشلونة اللي احنا فيها النهاردة، وأهدته فور الانتهاء من إنشاؤه إلى الأسرة المالكة الأسبانية علشان تقيم فيه عند انتقالها إلى هذا الإقليم. طبعا العاصمة مدريد، والأسرة تنتقل من مكان إلى آخر في أسبانيا، وفعلا استخدمته الأسرة المالكة لسنوات عديدة كمقر إقامة، مش أول صيفي لأن كانت بتيجي على مدار السنة. ثم مع الحرب الأهلية تحول هذا المبنى، الحرب الأهلية الأسبانية، تحول هذا المبنى المستشفى لجرحى القتال الدائر، الاقتتال اللي تم بين أطياف الشعب الأسباني للأسف الشديد في ذلك الوقت. وبعد انتهاء الحرب أصبح جزء من الأملاك العامة للمقاطعة، واستخدمته الحكومة الأسبانية اللي كان بيرأسها في ذلك الوقت، أسبانيا كانت جمهورية بيرأسها فرانكو، وكانت مقر للحكومة الأسبانية في كاتالونيا. عندما كان يأتي كانت تعقد اجتماعات مجلس الوزراء الأسباني في مقر هذا القصر، واستمر القصر حتى انتهاء فترة فرانكو، وعاد بعدها إلى ملكية الأسرة المالكة عندما عادت الملكية إلى أسبانيا. ولكن اختارت الأسرة المالكة أن تهديه لمدينة برشلونة حتى يصبح مركز إشعاع ثقافي للمدينة. وفعلا الجزء الذي لا يشغله الاتحاد من أجل المتوسط بيشهد فعاليات ثقافية وفعاليات فنية، وبيشهد أيضا حتى مهرجان موسيقي من شهر يوليو من كل عام يتم فيه تنظيم عدد من الحفلات الموسيقية لجمهور المدينة، وبالتالي فهو مركز إشعاع ثقافي وعلمي وفني، وفي جزء كبير منه هو مقر لهذه المنظمة اللي هي الاتحاد من رجال المتوسط.